السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في قناة مطبخي تي في. اليوم إن شاء الله عندنا واحد الوصفة ديال الحلويات، حلويات العيد، وعملت لكم واحد الحلوى اقتصادية ما فيهاش بزاف القوام. أتمنى تعجبكم، وما تنساوش الدعم، بارتاج ولايك واشتراك، وشكرا جزيلا. ونبدأ الوصفة ديالنا والمقادير. هنا في اناء غادي نعملو مبشور قشر البرتقال، نضيف ليه جوج بيضات بحرارة المطبخ، نضيف ليه كاس ونص ديال سكر حبيبات، انا ضفت هنا غير كاس تقريبا وربع، ولكم الاختيار. هنا ضفت واحد كيس ديال سكر فانيليا، واحد القبيسة ديال الملحة. غادي نضرب هاد المكونات، بعد ما ضربت المكونات الاولين غادي نضيف كاس تقريبا ديال، ممكن تضيفي زيت المائدة، انا ضفت كاس مخلط فيه زيت المائدة والزبدة المذابة. وغادي نعاودو نضربو الخليط ديالنا مرة أخرى. هنا غادي نضيف كاس ديال الكوك، مبشور الكوك ذاك، ومن بعد غادي نضيف الدقيق بالتدريج. أنا عندي هنا جوج كيسان العنبة ونص تقريبا، يعني واحد 500 غرام، 400 حتى 500 غرام ديال الدقيق. وضفت واحد جوج اكياس ديال خميرات الحلويات، يعني 16 غرام. وضفت واحد كيس ديال الفلو ديال الفانيليا. هنا غادي نخلط الدقيق ديالي مع داك مع المواد الاولى، وغادي نعجن العجينه ديالي. عجينه ديال الحلوى غير هي العجينه كتكون هشيشه، مخصهاش تكون قاسحه. تضيفي الدقيق بالتدريج حتى تحصلي على العجينه اللي تكون شيشة، ما تكونش قاسحة، لان الا كانت قاسحة ما تجمع ليناش، والا كانت جارية غادي تسيح لينا في اللاطة. غادي تشاهدوا الطريقة كيفاش غادي تكون العجينة عندنا في الاخير بهذا العجين، وما كندلكوهاش العجينة، غير بحال الا كنجمعها بيدينا، بحال الا كنجمعها غير بيدينا هكذا بالاصبع، ما غادي ندلكوهاش بحال العجين ديال الخبز ولا ديال. بهذه الطريقه كتخدمي غير الاصابع ديالك، صافي كتكون العجينه هشيشه كما كتشاهدوا، ما كتلصقش في اليد. صافي منين سالينا العجين ديالنا غادي نجيبو اللاطا ديالنا، نفرشو عليه ورق المطبخ، وغنديرو كويرات بهذه الطريقه هذه. ندهنوهم ببياض البيض، عندي واحد البيضة حيدت ليها الأصفر وخليت عليه البياض، وغنرشوها بالكاوكاو مهرمش. ملي كنحطوهم في اللاطة نحاولو ما أمكن نبعدو بيناتهم بين الحبات، لان غي كتدخل الفران كتنفخ وكتسيح شويه، فحاول تبعدوا بيناتهم باش ما يتلاصقوش بزاف. نستمروا على العجين ديالنا بهذه الطريقه، نعملوا كويرات مقادين ما يكونوش كبار، يعني هادشي هادو ملي كنحطهم على يدي راه كيكونوا غير على جوج اصبع ونص تقريبا، تقريبا هكذا صغار. وندهنهم بياض البيض
ونرشهم بذكاء الكاكاو الكاوكاو. ممكن تستعملي اللوز، ممكن تستعملي اي نوع اخر من الفواكه الجافة. انا فضلت الكاوكاو، تعطيهم ديك كيعطي اللون الذهبي ملي كيطيبو. غادي نكونو سخنا الفران ديالنا اولا، واحد القسمين يكون سخون، ملي ندخلهم نشعلو لهم من التحت بواحد النار مهيله بزاف، يعني غادي تكون نار قليله، وغتخليهم يطيبوا. منين يبانوا لك تحمروا من الجناب، هتشعلي لهم واحد القسم من الفوق، وتطفي النار لتحت وتشعلي الفوقانيه، وغادي تحضيهم حتى يتحمروا وتحيديهم. هنا غادي نعمل اللاطة الثانية نفس الطريقة اللي عملنا في الأول. حلوة اقتصادية وشيشة الصراحة ولذيذة، وتستاهل انك تعملوها. ما كتطلبش بزاف الوقت وما كتطلبش بزاف ديال المواد، كل مواد تقريبا بسيطة. وهاد الكمية هذه تقريبا خرجت لي 40 حبة، كل لطة خرجت 20 حبة. صافي ندخلو عاوتاني اللطة ديالنا، وها الحلوة ديالنا وجدات كما كتشاهدو، كتبان ذهبية مع داك الكاكاو من الفوق. وغادي نعاود، غادي نحاول ندير لها واحد شويه ديال التزيين. انا عملته ليها بالشكلاط الاسود او البني، وعملت واحد زواقات كيعملوهم الدراري الصغار مثلا، كنعمل داك الشكلاط. دابا تشاهدوهم كيما كيفاش درت انا التزيين. هذه هي الحلوه ديالنا في النهايه، زينتها بالشكلاط. ممكن تزينيها بالشكلاط ابيض، ممكن ما تزينيهاش كاع، تخليها هكذاك عاديه. وبالصحه والراحه، وحاولوا تجربوها لوليداتكم ولهاد الايام العيد ان شاء الله. وشكرا على المشاهده، والى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.